السلام عليكم. وفاة الحاج أحمد شعلال شيخ زاوية الحاج بن عودة بالسوكر، انتقل إلى رحمة الله الشيخ الحاج أحمد شعلال بولاية تيارت عن عمر ناهز 86 سنة. وعمل الشيخ الحاج أحمد الراحل الذي تمت مبايعته يوم 26 فبراير 2010 شيخا لزاوية آل شعلال، وهذا خلفا لأخيه المرحوم الحاج محمد علي مواصلة درب العطاء وخدمة القرآن وأهل المنطقة، وهذا من خلال العديد من النشاطات التي تهدف إلى تخريج العديد من الطلبة من حفظة القرآن الكريم، وكذلك جلسات الصلح والملتقيات العلمية. يذكر أن الزاوية تحافظ على كنز من المخطوطات التي يفوق عمرها حوالي قرن ونصف، والتي ما زالت موجودة، وقد كانت محل دراسة من الباحثين الجزائريين. ويعتبر الحاج أحمد شعلال جد وزيرة الثقافة والفنون وفاء شعلال. وبالمناسبة تقدمت الوزارة بأحر التعازي والمواساة لعائلة المرحوم بإذن الله، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. شكرا لكم على المتابعة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.